تجزع على الدمع لا سال يا هم فارق ليل عيني وخلى عاش الحجاز بليلة العيد لهوى شابت عيون شافت الظيم كله يا قلبي لا تجزع على الدمع لا سال يا هم فارق ليل عيني وخلى عاش الحجاز بليلة العيد لهوان شابت عيون شافت الظيم كله آه ماتت عروس المملكة تحت الأمال جدة وأهلها بين شدة وعلا شيبوا شبابوا نسوة الحي وأطفال تسمع صدى الصرخات يا الله يا الله من تشوف ولدها ساقه الجال وطفل تموت أمه وهي تلتفت له بنت تنادي يا يبه من ترحال وقفة وبوها مسلم روح لله يا قلبي لا تجزع على الدمع لا سال يا هم فارق ليل عيني وخلا عاش الحجاز بليلة العيد لهوان شابت عيون شافت الظيم كله الحقيقة من قدام يسوي العبارة هذه كان يمتلي السد ولا يعمل العملية هذه لأن السد كان بلاطات سمنتية كبيرة ومسمتة إلى الأرض خالص لما جابوا المشروع العبارات الجديدة هذه وزحبوا بالصبات حقهم إلى هناك قاموا أثروا على الجسر السد فسحبوا عدة بلاطات من أسفله لما أصبح له التراب واضح بعد ذلك ركبوا مواطير فوق السد تضخ الموية من الحي اللي مدفون في الموية أم الخير مشروع أم الخير وحولوا الموية يصب على البلاط ذا والبلاط هذا تحت التراب كل ما لان التراب طاحت البلاطة الكبيرة والبلاطة حوالي مترين أو ثلاثة في متر ونص فتهايل تهايل البلاط لما ظل للتراب ولما بقيت الجهة لجهة السكن مشروع ام الخير والماء تعلى فدفع لان البلاطات اللي طاحت سدت العبارات وطاح سيارات فقام انهر السد واهب قوته واندفاعه علينا هنا كنا مستريحين سنين السنين يوم كان السد مسكر وكان البلاطات مسكر ومليسة مضبوط وتحت كان صبات جلسوا يدكونها أكثر من أسبوعين وطلعوا الحديد اللي فيها الحديد اللي فيها اللي كانت تحفظ الجسر وكان الجسر هذا اللي أمر بإصلاحه المغفور له فيصل بن عبد العزيز آل سعود هو الذي أمر بتأسيسه على حماية الجدة الآن لما انهار دمر علينا الحي هذا وأثر على الأحياء الثانية في النسيم وفي السليمانية ولو زاد السيل
لكان سل جدا. لا تجزى على الدمع إلى السلام يا هم فارق ليل عيني وخلى عاش الحجاز بليلته. سعد البسامي من حي النخيل. طبعا المقابل مشروع ام الخير او سد ام الخير اللي انهار علينا البارحة بعد صلاة من بعد صلاة الظهر والذي أحدث أضرار كبيرة في الحي. طبعا إحنا أول بيت متضرر كوننا أقرب بيت للسد. كما تشاهدون هناك كمية كبيرة من الأتربة دخلت المنزل، الموية معبية البدروم بالكامل، المجالس، كل شيء. بحمد الله طبعا عندنا الدور العلوي استخدمناه، طلعنا فيه يعني كإنقاذ لنا وأنفسنا من الموية اللي غمرت الدور الأرضي.